كيف تتجرأ على حدود الله وتتمادى في معصيته والشهود عليك يوم القيامة 10؟ أول الشهود وأعظمهم رب العالمين جل جلاله، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكفى بالله شهيدا. وثانيهم الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والثالث الأرض التي تمشي عليها وتظن أنها لا تخبر بما عملت عليها، فقد قال الحق سبحانه: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والرابع لسانك، قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم. والخامس يداك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. والسادس رجلاك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والسابع سمعك، قال المولى سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. والثامن بصرك، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. والتاسع جلدك، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. والعاشر سائر رحمك وعظامك، فقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا قيل له: الآن نبعث شاهدنا عليك. فتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. لا تتعجب كيف تنطق هذه الجوارح والحواس، فإن أهلها يقولون في ذلك المشهد: لما شهدتم علينا؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. كل هذا في ذلك اليوم العظيم، يوم مجموع له الناس وموقف مشهود. وخجلتنا من الله إن لم يسترنا بعفوه ويكسونا برحمته ويردنا إليه ردا جميلا. اللهم سلم سلم.